مساء الفل. مساء الفل. عامل ايه؟ خلصت شغل اللي ورايا. خلصت كل شغل اللي ورايا. انت كويس؟ كيمو. زيك عامل ايه؟ الحمد لله. زيك عامل ايه؟ يا جماعة ايه؟ انا عندي مفاجأة ليكم. مفاجأة؟ انا خلصت كل المزيكا والاغاني بتاعت البرنامج. يا ابن اللعيبة والله برافو عليكم. يعني نقدر نعمل بروفا. يلا بينا نعمل بروفا. ثانية هنعمل بروفا بس ها؟ بروفا بس. طبعا عشان انا مستعد يلا. ترى
اوعى يا ليل ادم متحرك حبوت انا هتمشي في ورا بلاك هتمشي في الشارع ازاي كده كده يحدثني وانا ماشي ده. هو انت اول مره تبقى بنت؟ شفتني كنت بنت قبل كده؟
جاهزين نطلع فاصل؟ جاهزين. هنطلع فاصل ونرجع على طول. لا 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 ورجعنا بعد الفاصل وشفتوا الموضوع اللي فات كان بيتكلم عليه. شفتوا اللي حصل فيه؟ يعني على كان بيتكلم عليه بقى استاذ انت بتطهراني من الصبح ليه بس حمام كان بيتكلم عليه بقى الموضوع اللي فات زوجي بيتكلم عن البنات اللي جاي. صح، بس اول ست دي بقى ست. طب عن البنات بس بشكل مختلف خالص. تيجي نتفرج؟ طب يلا بينا. بدي يا بنت لبست بقى. تعالي بقى يا بنت. حاضر يوم يا بنت. حرام عليك رجلي وقلبت في السلم. خشي السلم بتاعك ده مريح منه مريح. بنتي حبيبتي عامله ايه؟ زي الفل زي القمر. ازيك يا بنت وازي جوزك؟ نشكر ربنا الحمد لله زي الفل. يوم بنازك فين؟ بنتي يا هناك. بنتي يا رجاء. مش هنا يا ماما ما تندهيش. يا راحوا فين؟ راحوا الورشه مع ابوهم وايحه اجيب لهم شويه طلبات ونرجع بالليل. الورشه مع ابوهم تصدق ده يا بنت؟ ده انا قطع لهم مشوار من بعيد مخصوص علشانهم. اول عايزه البنات في ايه يا ماما؟ انت اللي قلت بناتك كبروا كده. قلت ادي واخدهم نوديهم لايه للدكتور علشان يطهروا. يعني ما ينسبش الامر يعني كده ولا كده ولا كده. بس انا مش عايزه اطهر بناتي يا ماما. انت يا بنت هتفضلي طول عمرك كده هبله؟ ها هتفضلي هبله؟ انت تطهري مين يا بنت؟ البنت لازم تطهر عشان ما تلفش حوالين شعرها وحل شعرها كده. انا بناتي متربيين احسن تربيه وما بيروحوش في حته بعيد عن ايد ابوهم. ولو مش هنعرف نلمهم من الشوارع بعد كده. البنت لازم تطهر عشان يطلع تكون عندها عفه. انا بناتي هيطلعوا عارفين الصح من الغلط. ايه يا بنت البجحه دي؟ ايه يا بنت البجحه دي؟ ما انتش خايفه من عذاب ربنا؟ بصي بقى يا اختي، انا عرفت من التلفزيون ان الموضوع ده بقى بالذات ملوش دعوه بربنا. التلفزيون؟ انت بس يا اختي بتسمعي الكلام اللي على كيفك. التلفزيون ايه؟ ثم تعالي هنا. كلنا حصل فينا كده وزي الفل وانا اهو زي الفل اهو مالي اهو. ها بس على راسك ريشه. بصي بقى ياما، انا عايزه البنات حته واحده ما تشيليش منهم حاجه. كفايه اللي عملتيه فيا. يا بنت حته واحده ايه وحتتين ايه؟ ايه الكلام العجيب اللي انت بتقوليه ده؟ اهدى بس يا بنت. انت بصي بقى ياما، ما تزنيش بقى في الموضوع ده عشان انا وجوزي خدنا قرار. خلاص خدتوا ايه يا اختي؟ خدنا قرار ياما. خدتي قرار انت وجوزك من غير ما ترجعي لامك يا بطه؟ خدتي قرار من غير ما ترجعي لامك؟ امك اللي ربتك وخلتك شحطه؟ خلاص كده قومتي لغيها يا بطه؟ تاخدي قرارات؟ اخد قرارات انا وجوزي القرارات. بتكبري على امك يا بطه حرام عليك. يوم في انا بضحك في ايه ولا مفيش ايه؟ بتكبري على امك؟ عيالنا يا اختي واحنا حرين فيهم يا اختي. وانا ايه وانا مش سيبتهم؟ انا همشي. طب استني يا ماما متزعليش. هقولك بس هقولك، ده محمد ناسي محمد جاب لي البوتاجاز جديد. البوتاجاز يا بنت الله يا عروبه. شفتي بقى؟ بيقولوا ان الغاز الطبيعي دخل عندنا من بتاع. شفتي بقى؟ تعالي نعمل حاجه مفيده ونوصل الغاز للبوتاجاز ونسلم من موضوع الطهاره ده خالص. سيرفل ساكل الطرف يعني فاطمه هي اللي صح ولا الحاجه التايبه من فاطمه هي اللي صح؟ فاطمه انا عارف. بس دلوقتي انا فاصل بسرعه ونرجع تاني. تبدلنا على العريس فاطمي يبقى يتجوز بنيس. كيف تريد في فاطمه يبقى الجوازه ناجحه؟ كيف تريد في الفرح؟ وافي تبلى الجو ورا. كيف تريد في الصباحية؟ وافي تبقى جوازة هدية. ورجعنا لكم بعد الفاصل وموضوعنا اللي جاي الرسائل اللي جت البنات. في أم بتقول لنا بنتها وصلت السن المناسب للختان بس هي محتارة.
تختمها عند دكتورة ولا عند دية؟ تعالوا شوف. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، أبناء بلد يتساءلون، يتحاورون، يتهامسون، يتغامزون، يتلامزون، يترقبون. المناظرة حمية جدا، مناظرة ما بين الماضي وما بين الحاضر، مناظرة ما بين العلم وما بين الخبرة، المناظرة ما بين الداية أم حسن. نرحب كلنا بأم حسن يا جماعة. السلام عليكم. أيوة يعني مش عارفة مين أم حسن؟ ده أنا يعني جمال المغرب. أنت عارفة أم حسن؟ واضح إن شعبيتك جالبة يا أم حسن. أيوة طب. طيب ودلوقتي هنقدم لكم من الطرف الثاني وهي الدكتورة فوزية. نبالة نظر على قدها. ازاي يا دكتوره فوزيه؟ صح. ودلوقتي هنبدا المناظره، من فضلكم سلموا على بعض، سلموا على بعض بنفس يا جماعه بنفس. ايوه كده كده عندكم الوحي رياضيات. دلوقتي هنبتدي المناظره وهنودي السؤال الاول للدايه ام حسن. اتفضل ام حسن. ايوه عايزين نعرف. نحب نعرف. ايوه انت دورك ايه هنا في القريه بالظبط؟ ام حسن يعني توليد. توليد يعني طول. طول يعني اسبوع. اسبوع يعني فرح. يعني غصب. ايوه وشغاله في كله كده بالصلاه على النبي. دلوقتي نتجه للسؤال الثاني للدكتوره فوزي. دكتور فوزي نعم حضرتك دكتوره جليله، دكتوره فاضله، ومع ذلك انت ليكي دور معين هنا في القريه نحب ان نعرفه. انا عندي عياده امراض نساء وتوليد. جميل. وبتابع الجهاز التناسلي عند المراه. جميل. وبتابع مشاكل الحمل لحد الولاده قيصري او طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. من فضلك ان شاء الله. دكتوره فوزيه أصابع الاتهام اتوجهت لك وقالتلك إنك بتقومي بعمليات ختان هنا في القرية، جاوبي عليا بصراحة. إيه ده؟ دي حاجات بتحصل في أضيق الظروف. يعني بتحصل. أرجعلي تاني. أيوه. أم حسن. اتفضل. من فضلك. أيوه. أسألك سؤال. اسألني. 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 محرجني. مفيش مشكلة هتضربني. إيه نوع الأدوات المستخدمة في عملية الختان؟ لا أخويا ولا أدوات ولا حاجة. دي ديتها مصبر ابو ربع جنيه. ده مصبر ربع جنيه؟ ده بس جديد يعني. انا احب اصرف واكلف على شغل. والناس كلها عارفه مين ام حسن. وام حسن صريف. جميل. الموضوع بسيط يعني. اللي الست من دول بتشاغل تقول لي يا ام حسن انا عايزه اظهر البيت، اقول لها لا؟ رد عليا اختي اقول لها لا؟ النبي ما اقول لها لا، انا احب اوجب معاها للحته كلها بس. او النبي زي ما قالت الام ناخد البيت وان شاء الله كده نقعدها في اوضه بس نقفل عليها كويس قوي لان البيت هتصوت مننا وتعيط مننا وهتبهدلنا وقرف يعني. بس وما نكونش قايلين البيت عشان البيت ما تتخضش مننا. نقول ناخد البيت في الاوضه ونقفل عليها ونشيع بقى الواحده ست عفيه تكون خالتنا ستنا عفيه. عفيتها بس واحده ست عفيه شديده كده عشان تعفى البيت مننا. لحظه. ايوه يعني ايه تعفى؟ تعفى البيت كده مننا كده زي ما تكون بتذبح قلب. لازم تعفاه جامد بس بنقعد البيت وبنوصل ب 40 جنيه. اطلع بقى يا ابو حسن. البيت هتنزل مننا. هنجيب شويه شيح وشويه طماطم من الفرن نجلس بيهم الجهل وكل يومين بشويه ليمون كده اللي هو الاغاني الكبير ده نقصر فوق الجهل نقصر كده فوق الجهل ونحط شويه ماء عشان في فش في الليمون شويه طماطم كده بيتين في التلاجه وان شاء الله البنت تبقى زي الفل لو عايشك يعني ان شاء الله. دكتورة فوزية. ايوه. من فضلك رأيك ايه في الكلام الخطير اللي قالته الحاجة او الحاجة؟ عايزين نعرف العمليات عند حضرتك بتتم زي ما بتتم عندهم كده بالظبط ولا ايه؟ الناس دي بتحكي كابوس. 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 ايوه نعم انه كابوس فعلا. انا بقول كابوس. الموضوع عندي في العياده مختلف تماما. بتجينا البنت. جميل. وبنديها حقن البنك. ايوه. وبتنام الكسر بالعكس. ايوه. وبعدين بنسلها الكسر. يخرب بيتك. وبتصحى اخر اليوم عندها حيقان وربنا يلطف فيك. ربنا يلطف فيك انت. حيقان وربنا يلطف فيك. شوف الوليه. دكتوره فوزيه احب اقول لك ونوه بتنويه بسيط. ان القانون مجرم مثل هذا النوع من العمليات انت عارفه كده كويس. ومع ذلك ايوه انت تقومين بمثل هذا النوع من العمليات. جاوبي عليا بصراحه وبوضوح قوي. لا ها ما ما يا بنت ما 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 يا وليه يا مفتريه يا وليه يا مفتريه مش عارفه انك هتخش النار. هتخش النار يا حرام عليك. مش هتخش النار جهنم. اللي
بيت الشو انت في نرجو عندنا نوعين انت بتعمليك بقى الناس ولي انا ما بعملش حاجة غصب عن اهلي وبي اسألك سؤال فضل اسألك سؤال فضل اسألك وتحلق عليك يا حبيب وبعدين هل في يوم تعطلت معك حالة بقبل في عملية الاختان لا تتعصر ايه كفالة الشر مفيش ده شغل النيف وتقفيل النيف يا كدابة يا مو حسن يا كدابة يا شوف الولية لما البت سمر على ايدك ما نشفش يا ولية سمر مين سمر بقى نحب نعرف الولية توضع لا الموضوع كده كبير يا جماعة انا اتوترت قوي لا بتفضلك لازم تعملي كده شوية لولا يا ولية اللي انت قد امك كنت بتهديك عليك بس يا ولية من فضلك انا ولية يا عادش يا سفرة من اللي هتربك اتفضل انت بتهديك من اللي هتربك الولية كده بتزدني يا مدرسة يا محترمة دكتورة 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 صلاح انت انت اتفضل مين النجا يا بنت عاملك ايه بقى نجس الوقت اتفضلكم اتفضلكم هدوء 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 ام حسن ايوه اتهمتك اتهام خطير وقالت لك دم سمر ما بيتش على ايديك معناه ايه الكلام ده انا اقول اللي حصل يا خولة قولي يا ام حسن عشان اخش فيك السجن يا ام حسن بنقول هتخش انت بالسجن هتخش كلنا بدون تجاوزات بدون تجاوزات قولي يا راس اخويا انا احكي واللي احسن يعني احكي يا محسن من قيمه يومين ايوه سمعت سويت 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 في قلب الحاره اسكت لا رد عليا اسكت النبي بس ما تسكتيش يا محسن ببص من البلكونه كده اهو ايوه كده اهو لقيت الولية ام سمر والبنت سمر دي الولية ام سمر ام سمر اللي هناك دي سمر الصغيره طيب جميل كده بس كان بنت والبنت صالحه بدمها وعلى لسانها جملتين فوزيه ده بحب بنتي فوزيه ده بحب بنتي اسكت النبي ما اسكت طب عملت ايه بالجلابيه المعفنه اللي عليا دي نزلت وحتى ما حطيتش حاجه فوق راسي لقيت البنت غرقانه في دمها وبتلفها في الجلابيه وجري على المستشفيات جري على المستشفيات على المستشفيات بس يلا بقى قابلت رب كريم يا نهار ابيض اسود ماتت يا راجل بقول لك قابلت رب كريم ايوه يعني ماتت ايوه بقى حرام عليك يا وليه ده يا بقى خلاص دكتوره فوزيه اصابع الاتهام اتوجهت لك انت على فكره خلي بالك انت من حقك تدافع عن نفسك برضو الست دي كدابه كدابه انا كدابه يا مال بعيون ام سمر جابت لي سمر عندي في العياده من اسبوعين فات وطلبت مني اني اعمل عمليه ختان البنت سمر وانا اقنعت ماما سمر ان احنا ممكن نشيل لي سمر حتى قد كده اهو وفعلا عملت العمليه لسمر ومشيت سمر من عندي بالليل زي الفل بس ماما سمر مش كفايه عليها الحته اللي قد كده عايزه تكمل على البنت راحت عملت لها عمليه ثانيه وراحت للست المفتريه دي انا مفتريه وكملوا على البنت ونظفت وفشت منهم اللي انا قاعد عليك افطسك دلوقتي وهكد اعترف المجرمين وسع كده يا اخويا بينا ابشع الجرائم النبي لا تقف كده تهدى ليها النبي لا تقف قاصر ولا تقف الا النبي لا تقف في هذه القريه النبي لا شفت دلوقتي الصراع اللي كان بين الماضي اللي متجسد في ام حسن والحاضر اللي كان متجسد في الدكتوره فوزيه كنا عايزين نعرف للأسف لكن عايزين نعرف كي أحسن للبنت الماضي ده ولا الحاضر ده لا الماضي ده ولا الحاضر ده بس نتمنى من المستقبل إن هو يكون أحسن ماشي دلوقتي هنروح فاصل وهنرجع قعدنا مع الأغنية الشعبية مع نجم الجيل وكل جيل وسمعونا بقى أحلى سقف عشان نبتدي الحفلة لو عندك بست بصوت خلي أحلى بطول وبالكتاب محتار على 16 قال 16 قال 16 قال 16 هقول لك رأي الدين قانون فعل متين هقول لك رأي الدين قانون فعل متين عشان ده فعل مهين 16 قال 16 قال وده فعل مهين 16 قال حتى لو هتبلد هنستناك يا غالي يا غالي قول على اللي انت شفته علمه تسليم قال على 16 قال 16 قال هنبلد 16 قال 16 قال رجعنا بعد الفاصل هو في حلقة النهاردة هو بيتكلم عن العفة عن قصة حقيقية حصلت في قرية مصرية ما بين سميرة وفتحة يلا نتفرج تعالوا صوتكم يلا ازيك يا فتحة سميرة اتأخرت يلا عليها سميرة سيبالي موضوع كل ده معلش يا فتحة انا معايا طنط من البيت بصي هاي عبد ايه؟ مش كويس يا فتحة الله 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 مالك يا بنت بس مالك ايه؟
يبقى خايفة حد يشوفنا ويروح يقول لك ويا وعدت بقى سودة فتح. يا بنت قبلك في جروب يعني هنروح فين؟ ما احنا ملناش اللي هنا، ما تفكيها بقى. يا فتحي ما تكلم ابويا يا فتحي. تاني يا سميرة، تاني يا سميرة تفتحي معايا الموضوع ده تاني. ما انت عارفة البير هو خطاه. اروح اقول لابوك ايه؟ ان انا عاطل ومش لاقي شغل. كلمه يا فتحي، يا فتحة اي حاجة احجزني. شايفة كده يعني؟ ابويا طيب وهيسمعك يا فتحي. عشان خاطر عينيك بس يا سميرة. عشان يقابل ابوها. وكان اللي حصل؟ السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا حبيبي. يا حاج ربنا يبارك. اتفضل اخويا بيتك. يزيد فضلك يا حاج. اتفضل. ربنا يخليك. والنبي يا حاج يعني كده كان في زي ما تقول ايه يعني؟ كان في زي ما تقول قول ما تتكسفش. كان في امانه كده وانا كنت يعني باختصار يا حاج انا جاي طالب ايد سميره بنتك. ده يوم المولى حبيب قلبي. ربنا يبارك لك يا حاج. انت شغال ايه بقى؟ انا على باب الله يعني، بس ربك بيرزق يا حاج. لا ربك كريم مفيش مشكله. عندك شقه؟ لا. عفش؟ لا. حته ارض؟ لا. ورث؟ لا. وانا ما عنديش بنات للجواز. وخرج فتحي من بيت ابوها زي قمر عيش. شفتي؟ شفتي يا شفتي؟ اديني رحت قلت لابوكي اهو زي ما قلت لي بالظبط. ونهايه التراضي وخلى شكلي بقى وحش قوي. طب حقك عليا يا فتحي. حق ولا مستحق بقى خلاص. طب هنعمل ايه يا فتحي؟ عمل عمل ربنا يسامحك. ركزوا. انت عايز تسيبني ولا ايه؟ يا سميره كل شيء اسمه مصيبه يا سميره. وانت شفتي اللي حصل بعينيك اهو. عايزين اعمل ايه؟ اشوف هدوم يا سميره. يعني ايه يا فتحي؟ ده انا جاي وراك لاخر الدنيا. اخر الدنيا ايه بس؟ هتسيب ابنك وابوكي والحته وتيجي ورايا انا صلى على النبي. هاجي وراك. قد الكلام ده؟ قد الكلام ده. طب يلا بينا. وطبعا مشيت سميره مع فتحي. رغم ان سميره كانت مختونه بس الختان ما حملهاش. البيت التربيه هو مع اساس كل حاجه في الدنيا. مع ان في بنات ما حصلهاش اي ختان اتجوزوا في النور واهلهم فرحانين. ختان اصلا عاده افريقيه ملهاش اي علاقه بالدين الاسلامي ولا بالدين المسيحي ولا باي دين. ومعظم الوطن العربي مش بيمارس عاده الختان ولا في السعوديه مثلا. الختان هو رحاله باسم المرأة. غير ان هو بيعمل مشاكل نفسيه قويه قوي للست او للبنت. وجسديه كمان. وبالرغم من ده بيحصل لاكثر من 80% من البنات في مصر. يعني لو عندك ابن احتمال يطلع حرامي. هتقطعيله من احتياطي؟ هتسيبكم تفكروا شويه وهنرجع لكم بقينا ما يصير. 1 2 3 4 الساعه دي مش اي ساعه. دي ساعه كيمتريل الدنيا صاحيه مع الاذاعه وبتسمع. كيمتريل كيمتريل يعرف افكاركم ويسمعكم. كل دي مواقف تبان لك مش عاديه لكن حصلت لك بالتاكيد. سعد العرب مع كيمتريل. سعد العرب مع كيمتريل. سعد العرب مع كيمتريل. افتحها يا فاطمة. طب انت افتحها يا بنت انا جوزي. ايه اللي جابه سعادي؟ استغفر الله العظيم يا رب. حاضر يا سي محمد جاي اهو. انت بتتلكع بتعمل ايه كل ده؟ انا جاية 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 اهو. يا بنت افتحها يا بنت. ايه يا فاطمة؟ معلش يا سي محمد. كل ده سايبين على الباب. كان في ايديا شوية مواعين. وعلى ما خليت ايديا من الصابون. ولا يهمك في بيت قلبي. ايه يا فاطمة؟ ايه اللي انت لابسهولي ده؟ ايه يا سي محمد اصل انا بردانه بردانه من الصبح كده مش عارفه جدتي متلبشه عندي برد. يا حبيبه قلبي ادفيكي بقى. لا 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 بص حراره موت مش طايقه نفسي مش عايزه تنزيل. يا بنت ما تتعدل يا بنت. بقول لك ايه يا فاطمه؟ مش عارفه النهارده الخميس. كل سنه وانت طيب يا سي محمد. انا بقول لك شم النسيم. يا بنت الخميس يعني هناكل لقمه حلوه ونريح شويه. بمناسبه الاكل عامله لك ايه؟ باميه باللحمه الضاني. اللهم صل على النبي. شويه سلطه وايه كمان؟ وحله رز. ايوه تاكلهم ان شاء الله ويكبسوا على نفسك وتنام. انا نفسي انام يا فاطمه. استنى بس يا سي محمد. يا بنت انا جوزك اصلا. عامله الشقه النهارده وريحتي تراب. انا بحب التراب قوي. وانا ماسحه الحمام اتنين. بحب الفريك بشربه. وريحتي سيبوني. يا بنت بص ده انا جوزك حلال. اسمعي بس هكلمك. يا بنت خدي. يا بنت يا بنت يا بنت حرام عليك. رجلي ورمت في السلم. السلم يا قطيعه تطلع السلم. يا رامي في السلم. كل مره كده يا يظهر ان انا جيت وقت مش عايز. اتكل على الله. جوزك الله يرحمه بينادي عليك. الله يرحمه. هو ده؟ مستنيك. اتكل على الله. اهو نازله. يلا لا 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 ده والنبي.
تعالي ده انا عايزك ده انت وحشاني قوي يلا تعالى اقعد وبعدين سي محمد هيزعل قوي لو ما خدتيش بالك مش هزعل ولا حاجه انا بقى فرحان مالك يا بنت مالي يا ماما دبشه كده مالك في ايه ليه ما انا زي الفل اهو لا وانت مش بنتي ده انا عارفاكي كويس مالك انا كويس كويس جوزك عامل ايه زي الفل اهو كرش قدامه مترين اه يا حبيبتي واضح وعامل ايه كمان باكله وبشربه وبيقلع وسخ يلبس نظيف زي الفل وعامل ايه كمان اهو جميل حلو وعامل ايه كمان قولي لها يا عامل ايه كمان ارطب قولي لها ارطب يا بنت قدامي يا بنت حرام عليك يا بنت انا مش عارفه انت طالعه منين جوزك واد يا محمد ما سمعتش انا قلت ايه واد يا محمد ايوه خالد تعالى هنا يا واد تعالى نشوف اخرتها جرب انت اعمل لك كوبايتين شاي انت اما بنتك ما تكلمش بنتي كده انت فاهم ولا لا ها جرب يا بنت اعمل لنا كوبايتين شاي يلا مالك يا حبيبي خالتي انت عارفه ان انت في مقام امي صح حبيبي وانت والنبي في مقام حسن ابني من الاخر كده خالتي ايوه من الاخر ايوه يا حبيبي ما تتكسفش بنتك ما تلزمنيش لا في ايه كمان نشار يا حبيبي اغزي الشيطان الكلام الغريب اللي انا بسمعه ده مش كلامك يا خالتي مش عايز اقول العيبه يا حبيبي ده احنا اهل يا حبيبي قول واتكلم مش عايز تطلع العيبه من بقى يا حبيبي قول يا حبيبي ما تتكسفش يا خالتي بنتك بقى انت وما بتحسش انت اللي معفن الله انت اللي معفن داخل عليها بريحه جديد الا لما استحميت ولا حطيت ريح وعايزها تحس بيك هتحس بيك ازاي بقى يا ابن العادي والله بس حامة خالتي يا حبيبي بس اللي هي عايز اعمل اقول لها بس هي كتير معايا بس اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه انت خش خد دش واستحمى كده وحط ايدك ماشي وما سبب ما تستحمى انا ايه عقلها لك بس انت شيل من دماغك فكره ايه ما تلزمنيش والكلام ده بس انا ما عنديش الكلام ده كده خلاص اخدت عقلي يا حبيبي يلا خش انت بس بسرعه انا قلت عليك يا زلمه انت يا بطه جمل يا جمل يا بنت يا هبله يا عبيده جوزك هيطير منك يا هبله ما تعرفش والله ما بيقلع وسخ يلبس نظيف ده اكله وشربه وماله وحاله وعياله في عينيا دول عايز ايه تاني هتقول لي ماله وعياله تاني يا بنتي عبيط عبيطه حقوق الزوجيه يا قبل الراجل هيطير مني ما جبنا البنتين ونقفل على كده بقى هي تفاصه لا 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 ده جوزك يعني راجلك يعني الوقت اللي يعوزك فيه تحقق له مش طايقه ياما يا حبيت عيني تعالي يا بنت مولك على حاجة تعالي يا حبيبي تعالي يا دنار بصي هقولك على حاجه ايه بس ماشي انا بمثل مع ابوك الله يرحمه او النبي طب زي الفل ده اهو مبسوطين ومستريحين 24 ساعه والنبي مثلي كلنا بالفن امثل ازاي يا ابو بتوجع بدي توجعي من ايه يا روح امي الله يسامحك يا ماما انت اللي ظلمتيني ظلمتك يسامحني ده جزاك ان انا كنت عايز احافظ عليكي واسلمك لجوزك كل شمعة منورة ده جزاتك ده جزاتي يا فاطمه بس انت قلت عليا ياما وحفيتي يا بنت قلت ايه روح ابتدي هو الكلام الكبير ده ده قطعنا منك حته قد كده الموقع ولا لا اكيد لا